الاليا كريست ده جزء مهم جدا في الهيب بون، فزي ما احنا هنشوف بيمتد من اول الانتيرور سوبيرور الياك سباين انتيرورلي لحد البوستيرور سوبيرور الياك سباين ده بوستيرورلي. لما نيجي هنا الانتيرور سوبيرور الياك سباين ارجع 5 سنتي ورا كده، الاقي هنا تيوبركل اوف ذا الياك كريست، يبقى بعد الانتيرو سوبيريو الياك سباين ب 5 سم الاقي حته رف اريا كده اسمها تيوبركل اوف ذا الياك ايه كريست. امشي كده الاقي هنا اهو دي الهايست بوينت اوف ذا الياك كريست، يبقى دي التيوبركل اوف ذا الياك كريست ودي الهايست بوينت اوف ذا الياك ايه كريست. ارجع لورا ابص الاقي هنا انا وصلت للبوستيرو سوبيرو الياك ايه سباين. هنا في شوية لاند ماركس يسألك لو أخدت خط من التوبركل اوف ذا ايليا كريست اوف وان سايد للتوبركل اوف ذا ايليا كريست اوف ذا اوبوزيت سايد، هتبقى انت الخط ده من الباك هتبقى انت قصاد السباين اوف ذا فيفث لامبر فيرتبري اوف سباين اوف ذا فيفث لامبر فيرتبري. قال لك لو طلعت فوق شوية لحد الهايست بوينت اوف ذا ايليا كريست، الحته دي اللي هي اعلى بوينت في الايليا كريست، لو خدت خط من الاعلى بوينت في الايليا كريست واعلى بوينت بتاع الايليا كريست في الاوبوزيت سايد، يبقى دي هتبقى انت قصاد الفورس لامبر فيرتبري السباين اوف ذا فورس لامبر فيرتبري. يعني هنا السباين اوف ذا فيفث لامبر فيرتبري، الحته دي السباين اوف ذا فورس لامبر فيرتيبري. على فكره الهايست بوينت اوف ذا ايليا كريست دي اللي بيتعلق عليها الحزام بتاعك، مش انت بتيجي تربط الحزام وتروح مزرره جامد، الحزام بيروح زانق على الهايست بوينت اوف ذا ايليا كريست ويقف على كده الحزام، هيبقى يعني انت كده ثبتت الحزام بتاعك عند الهايست بوينت اوف ذا ايليا كريست، ده احنا في هذه الحاله بتبقى قصاد الفورس لامبر فيرتيبري. اما ارجع لورا طبعا وانزل لتحت خالص على البوستيرور بارت هنا، فعندي ده البوستيرور سوبيرور الياك سباين، ده بنبقى لو خدنا خط من البوستيرور سوبيرور الياك سباين اوف وان سايد تو ذا اوبوزيت سايد، يبقى احنا قصاد السكند ساكرال سباين، يبقى احنا في هذه الحاله هنبقى قصاد السكند ساكرال سباين. اما نمسك البارتيكولار فيتشر بتاع الياك كريست الاقي فيه انتيرور تو ثيرد وبصير وان سيرت، يعني اما امسك الاليا كريس الاقي الانتيرو تو زيرت هنا كونكيف ميديالي اهو، يبقى الانتيرو تو زيرت بتاع الاليا كريس كونكيف ميديالي، اما البوستيرو سيرت بتاع الاليا كريس كونكيف لاترال. خد الانتيرو تو زيرت بتاع الاليا كريس اللي هو كونكيف ميديالي الاقي ايه؟ قال لك هنا في لي اوتر ليب، شوف اهي اسمها اوتر ليب، وبعدين انترميديت ليب شفه في النص، وبعدين هنا انر ليب، يبقى هنا اوتر ليب وانترميديت ليب وانر ليب، يعني 3 خطوط بحسهم 3 خطوط اوتر ليب وانترميديت ليب وانر ليب. اما البوستيرور سيرد هنا اللي هو الجزء الخلفي الاقي سلوبنج كده سلوبنج لاترالي وسلوبنج ايه ميديالي، وفي ليب واحده بس بتبقى هي شفه او عرف في النص سلوبنج لاترالي وسلوبنج ايه ميديالي. ناخد الجزء الانتيرو تو ثيرد اوف ذا ايليا كريست، على فكره في ماسلز كتير بس دول تبع الابدومين، انا هركز شويه على الحاجات اللي هتهمني في اللور. هلاقي في الاوتر ليب من بره خالص هنا اهو، احنا اتفقنا من عند الانتيرو سوبيرو الياك سباين الجزء ده لو رجعت 5 سم هلاقي هنا تيوبركل اوف ذا ايليا كريست، التيوبركل اوف ذا ايليا كريست دي هلاقي فيها ماسك فيها اللي هي الديب فاشيا بتاع الثاي هنا في الحته دي اسمها الفاشيا لاتا، جزء من الفاشيا لاتا اسمها اليو تيبيال تراكت، يبقى هنا في الحته دي عند التيوبركل اوف ذا ايليا كريست في جزء من الديب فاشيا بتاع الساي اسمها اليو تيبيال تراكت، يبقى هنا في الحته دي في عند تيوبركل في بتاع الاليا كريست اليو تيبيال تراكت. قدامها بقى في المنطقه اللي قدامها من اول الانتيرو سوبيرو الاك سباين لحد تيوبركل بتاع الاليا كريست في اوريجن لمصل هنا اسمها
تنسور فاشيا لات. يبقى هنا في اليوتيبيال تراكت وهنا تنسور فاشيا ايه لات. دول يهموني قوي 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 في الايه في اللور ليم. نيجي بعد كده هنيجي بص لقى في ماسلز تبع الابدومين، في اوتر ليب وانترميديت ليب وانر ليب. الاوتر ليب بالاضافه للحاجات اللي انا قلتها بتمسك فيها اول حاجه ماسل هنا اسمها اكسترنال اوبليك ماسل، وبعدين انترميديت ليب في انترنال اوبليك هنا انترنال اوبليك ماسل، وبعدين في الانر ليب في ترانزفيرسس ايه ابدومينس. يبقى هنا اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانزفيرسس ابدومينس دولت هنشوفهم دولت فين في الماسلز بتوع الايه الابدومين. من ورا هنا هلاقي في الاوريجن بتاع ماسل هنا في الاوتر ليب اللي هي لاتيزماس دورزاي، وفي الانر ليب في كوادريتاس لامبورام ايه ماسل. ما ننساش بس عند التيوبركل اوف ذا ايليا كريست اللي هي الاليوتيبيال تراك، وقدامها في ماسل هنا التنسور فاشيالات دولت هناخدهم في اللور ايه لم. لما نيجي للجزء البوستيرور بارت اللي انا قلت فيه سلوبنج من ناحيتين، ادي سلوبنج من لاترال سلوبنج ميديالي، الجزء الرف والسلوبنج لاترالي بتبقى فيها ماسل هنا هو مهمه جدا جدا في الاليا كريست ماسكه اسمها جلوتياس ايه ماكسيماس. يبقى دي هنا في ماسل الاورجن بتاع ماسل او جزء من الاورجن بتاع ماسل اسمها ايه جلوتياس ماكسيماس. وفي الانر بارت اللي هو ده ابص الاقي هنا في اريكترو سبايني او ساكرو ايه سبايناليس. طبعا انا يهمني في هتقولي يهمني في ايه الكلام ده كله، اقول له خد بالك الانتيرو تو سيرد كونفكس كونكيف ميديالي، البوستيرو سيرد هنا كونكيف لاترالي، الانتيرو تو سيرد في هنا اول حاجه هركز على التنسور فاشيا لاتا، وبعدين الاقي هنا اليوتيبيال ايه تراكت، وبعدين في البوستيرو بارت هنا في ماسل اسمها جلوتياس ايه ماكسيماس ايه ماسل. ده الكلام اللي بيتقال على الالياك كريست.